حبايب قلب امول، وحشتوني جدا، بقالنا كتير قوي ما طلعناش نتكلم مع بعض. بس النهارده في بيتش بعتت لي برفيوم خطير بجد يا جماعه، ده برفيوم اوريجينال 100%. عايزه اقول لكم ريحته مش طبيعيه. انا من امبارح يعني اول لما وصل لي وانا عماله ارش منه كده، ريحته خطيره، بتثبت جدا جدا على الهدوم، وكمان ريحتها فواحه يعني بتبان جدا كده وانتي ماشيه. ودي بجد يا جماعه دي لفيت الدنيا عشان الاقيها، لقيتها عند البيتش دي. عايزه اقول لكم مش فاكره انتوا فاكرينها ولا ايه، بس هي كانت طالعه ترندي قوي قوي زمان، وبعد كده ما بقتش موجوده خالص، واول ما لقيتها في البيتش جبتها على طول. ريحتها بقى دي مش طبيعيه، ريحتها حلوه قوي وتشوجر كده وبناتي جدا كده، ريحتها فظيعه. فيرزاتشي بعشقها بعشقها عشق كده مش طبيعي، ريحتها خطيرة. انا عايزة ارشلكوا كده عشان تشموا معايا البرفيومز بتاعتها، ريحتها مش طبيعية يا جماعة، ريحتها حلوة قوي، اسعارها حلوة قوي قوي قوي، خطيرة يا امول. بس دي رجالي، دي انا جايباها هدية طبعا لحليم، فجربها معاكم ريحتها عاملة ازاي. يا خبر يا خبر يا خبر، لا ريحتها مش طبيعية مش طبيعية، فظيعة. تعالوا ناخد رأي حليم كده فيها، عشان بجد ريحتها حلوه قوي وانا عايزه افاجئه بيها. بقى البرفيوم الاوريجينال 100% بالسرير بتاعها، عشان انا بحب الحاجه بتاعتك. وريني وريني كده الجمال، شملي الحلاوه، قولي رأيك بصراحه، قولي رأيك بصراحه، تلزمني. طب رشه واحده جميله جدا. طب رشه، قاعده ادور عليها من بدري دي، راحت اي حاجه. شكرا. شفتوا يا جماعه عجبته بطريقه مش طبيعيه بجد البيج دي، البرفيومز بتاعتها كلها خطيره وريحتهم حلوه جدا جدا، اسعارها حلوه جدا.